عقدت لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية أولى اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وباتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصري. وأوضح مدبولي أن هذا الاجتماع هو الأول لهذه اللجنة بعد تشكيلها بشكل رسمي، وأنها ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، والتي ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر. كما أشار مدبولي إلى أنه سيتم بتوجيهات من الرئيس السيسي تقديم حافز إضافي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريباً. كما وجه رئيس الوزراء بالاستمرار في الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع من جانب اتحاد الغرف التجارية، مع تحرك الأجهزة المعنية للتعامل مع حالات الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار.